مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق ديال السادة المحامين اللي بطبيعة الحال دخلوا على الملف من أجل الدعم لبو عبد الله والزوجة ديالو وكذلك الإبنة اللي هي في السجن. مشاهدينا الكرام، نتواجد الآن في طنجة. اليوم كانت الجلسة، غادي نشوف مع بو عبد الله الأمور كيفاش شافها. بو عبد الله اليوم كانت الجلسة والبنية ولو عندها المحامين، ياك شتيهم؟ نعم. كيفاش شتي الأمور؟ نعم، خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. انما دابا شو مسألة ديالي، انما الحقيقه دابا ملي شافوا العائله كتكلف بينا، ومن بعد هما غبروها في الحبس، وحنايا بقينا مسيبين. زعما كنشوفوا على من شمن قضيه جا باش تبروا العائله، كيقولوا لها خصك تنزلنا الفاتحه. شمن فاتحه عندها هي؟ انا باقي حي الحمد لله، العقار ديالي في اسمي انا، في المحافظه ديالي، بكل شيء ديالي. نهار هما نهار اللي تباع العقار هذا، ما علمني حتى شي وحيد وقال لي اجي السيد واش تخلص 6 ملايين او لا نبيعوا لك العقار هذا. علاش ما نكونش انا حاضر؟ واش ما عنديش الحق نهضر على حقي؟ واش ما عنديش الحق نتكلم على حقي؟ واش زعما ما عنديش الحق في الدنيا؟ انا مواطن 47 سنة انا في هولندا، اليوم خلوني كنسيب في الزنقة، والدار ديالي بالله على الحوايج ديالي كاملين. المحامي هو اللي يصبح قاضي، هو اللي يصبح مفاوض، هو اللي يصبح المهم كيحكم في الدنيا كاملة. زعما هاد الشيء هذا كنطلب من مسؤولين سيدنا يشوف من حالنا. حنايا دابا 21 يوم ولا تقريب شهر دابا، حنايا في قميجة وحدة، وحنا الحمد لله برزقنا شدنا الباب عليها تماما. زعما كيخصنا نشوفوا هاد الشيء هذا، واش عنده شي مقابل او لا المحامي اللي كيحكم كل شيء؟ ولهذا كنشوف عاود نستفسر الملف بنتي علاش تشبرت للحبس؟ لماذا؟ واش دعت في شي وحيد؟ واش ضربت شي وحيد؟ واش سرقت لشي واحد شي حاجة؟ واش سرقت دبست مع شي واحد؟ ولا كيفاش؟ لا اجي على فتحة الدار ولا تمشي للحبس. هادشي هذا ما يتصورش زعما في القانون، انا كنظن. ولكن دابا كنطلب حقي من عند المسؤولين سيدنا يشوفوا بحالنا، ما نبقاوش ايضا مسيبين في الزنقة. الله يا ودي، انا 47 سنة في الجولة، نهار اللي عملت الدويرة لولادي نخبع فيها ولادي، صباح المحامي حتى هو بيدو، هو القاضي، هو المفاوضين ديالو. ملي باعوا ما علموني انا ما علمونيش تماما، حتى جابوني العفرة. ايوا زعما هاد الشيء هذا انا كنظن ماشي في العقل قانوني. هو كيقولوا لي تبعت بالقانون، كيخصني نستفسر بالقانون هذا، نشوف القاضي كيفاش عمل نهار الاولي ملي باع لي العقار ديالي. واخا دابا بو عبد الله، انت درتي المحامين، دابا عندك جوج، عندك محامي من كناس واحد من الدار البيضاء. الحمد لله دابا انت درتيهم، هما متبعين دابا الملف. دابا الاولى اللي كتبان لهم بعدا متبعين الجلسه الجايه ديال البنيه، ومن موراها متبعين الملف كيبحثوا فيه ديال داك الشيء اللي بان لهم. هذا الشيء اللي قلتي والرساله ديالك واضح. يا مشاهدينا الكرام، الام الله يسمح لنا من الوالدين. الحمد لله، كنت كنستنى رحمه الله، بنتي ما كانش عند المحاميه، اليوم ظهروا جوج الحمد لله، واحد من الدار البيضاء، واحد من كناس الله يكافيهم، وهما اللي غيشرحوا لسعادة القاضي كل شيء، والله يهديه ويهدي الجميع، هو اللي غيقول لكم رخوا لي البنتي، إلا هداكم الله، إلا هداكم الله، الله يرحم الوالدين، أنا تصوت بنتي العزيز، أي واحد يجرب الكبده، كنطلب من الجواد
وسيدنا محمد السادس الله ينصرو، والمسؤولين كاملين يوقفوا معنا الله يوقف معاكم. ها الواقع اللي غنقول لك سيدي، الله ينصر سيدنا والله يعز هاد المحاميون ان شاء الله، الله يجعل بركه في كلامهم، الله يحفظهم ان شاء الله، وهما اللي غيهضروا على بنتي ان شاء الله. كنت كنستنى اليوم غتخرج، ولكن تيني عاملين حتى لي اخوان ماشي مشكل، كلشي غيدوز بالصبر ان شاء الله. دعيو معايا اخوتي المغاربه داخل الوطن خارج الوطن، دعيتوا معايا وجاوبتوني على اختيكم في الناس البيضاء الحبايب والناس الضربات، واي موت عجبونا دعيو معنا الله يحمي والديكم وشكرا. الله يفرج عليكم انتيا بعد الله، يا ربي يكون خير ان شاء الله. امين. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا الفيديو الاول، الساده محامون تناولوا معنا ملف الاطار القانوني ديالو، سواء في الجانب الاول الاعتقال الابنه، وكذلك موضوع العقار اللي هو موضوع النقاش. الاب من الطبيعي وجه الرساله ديالو، متقدم في السن وهذاك حق ديالو، وكيوجه النداء ديالو لتبيان الحقيقه اكثر رفقه الساده المحامون اللي هما ملمين بعمق القانون في الموضوع. وكذلك الام كتوجه النداء لابنه ديالها، الملف الاسبوع المقبل الملف جاهز، غادي يرافعوا الساده المحامون والقضاء في الاخير هو صاحب القرار. مشاهدينا الكرام، قضيه بعض الله قضيه راي عام اثرت على الناس بشكل كبير، 47 سنه وهو في هولندا، العمر ديالو 84 سنه، كيتمنى انه يرتاح، الا ان قضاء القدر ما عندنا عليه روب، هو الان في اشكاليات. يا ربي الله سبحانه وتعالى قادر يفرج على هذه العائله. نحن نتتبع الملف وسوف نوافيكم دائما بجديد حول حيثيات القضيه، للتذكير فقط الاسبوع المقبل الملف جاهز فيما يخص الابنه ديال بعض الله اللي ما كانش عندها المحامون، وكان عدد هائل من المحامون ضدها. وكذلك الساده المحامون يعلمون جيدا الملف الثاني اللي هو العقار موضوع النقاش، سوف نوافيكم دائما بجديد فيما يخص حيثيات قضيه بعض الله والابنه ديالو والزوجه. تبعوا معايا.